احنا وقفنا في سورة العلق، اقرأ، وما أكملناها. هنسأل بعض الأسئلة ولعلنا إن شاء الله نكمل يعني هذه السورة في هذه الليلة. طبعا العلق، ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. في أحد يذكر ماذا قيل في العلق؟ سؤال. تفضل أبو عثمان. شيخ، العلق هو اللي بعد النطفة. نطفة. هو؟ نطفة ثم علقة ثم النطفة. والعلقة اللي تلصق بال. النطفة اللي هي بويضة المرأة إذا لقحت بالحيوان المنوي فإنها تعلق في الرحم. تمسك فيه، تعلق فيه. فربنا أخبر عن بداية خلق الإنسان، خلق الإنسان من علق. طيب، الرسول قال له جبريل اقرأ، واداله ورقة، فقال: ما أنا بقارئ. وضمه وغطه، بعدين قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. والمرة الثالثة. طيب، سؤال: هل بقي النبي غير قارئ إلى أن مات صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. لم يكن قارئا، لم يكن يعلم القراءة. يعني توفي وهو لا يعلم القراءة؟ أميا، نعم. متأكد؟ وين؟ طيب، أنا مرة. أنا مرة. خليه ينتهي، خليه ينتهي. أي ما تعلم القراءة. الدليل إنه النبي لما في حادثة صلح الحديبية لما قال لعلي: أرني الكلمة، ومسحها صلى الله عليه وسلم، ما كان يعلمها. الكلمات الأخيرة اللي قالها في صلح الحديبية، في صلح الحديبية قال له: وريني وين محمد رسول الله. وقال له: امحوه واكتب محمد. طيب، هل هذا يعني أن النبي توفي ولم يقرأ؟ قول الله ممكن يكون نبي أمي. من بيتكلم هذا؟ لا، اصبر. في هني من بيجاوب؟ محمود. الشيخ، تفضل. هو يعني في صلح الحديبية لا أعلم موته، آخر شيء نهاية النبي، هذا مات على يكتب، كان يعرف القراءة. يعني في صلح الحديبية أن سلم هو الذي أخذ الكتاب بيده ومحى محمد رسول الله. ماذا كلام؟ كلام زالة. ماذا بيعيد؟ ما كان يعرفها. شو السؤال؟ شو السؤال؟ أبو عبد الرحمن، تفضل. توفي أمي. خلينا نسمع. تفضل. تعبير الله عز وجل النبي الأمي، يعني الأمي. نعم، والأمي بمعنى أنه الذي لا يقرأ ولا يكتب. لو قال النبي: نحن أمة الأمية، لا نقرأ ولا نحسب، في رمضان الشهر وهكذا وهكذا وهكذا، وفي المرة الثالثة قال وهكذا. طيب، سورة العنكبوت الله عز وجل قال له: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. نعم، بس في معلومة يجهلها كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، لكن يقرأ عن صدره: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. القرآن طبع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له الله تبارك وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ثم إن النبي كان يقرأ القرآن. يقرأه منين؟ مش من الصحائف. يعني بقي النبي لا يقرأ على الورق، ولا يعرف الحرف هذا من الحرف هذا، لكنه يقرأ القرآن الذي طبعه الله تبارك وتعالى في صدره، فكان يقرأ بهذا، فالنبي قارئ بهذا. و
القرآن والوحي، ثم إن النبي نشر هذا في العالمين. القرآن الذي نزل عليه قرأه على الناس وتعلمه الناس وقرأ، فهو أعظم مقرئ صلى الله عليه وسلم، أعظم مقرئ أقرأ الأمة كلها كتاب الله، لكن عن صدره وليس عن الصحائف والورق صلى الله عليه وسلم. يعني الشيخ ما يعني هذا الحفظ يقرأ بمعنى ما حفظ ما حفظه؟ أيوه حفظ، بس ربنا حفظ ليه في صدره، حفظ ليه في صدره لكن يقرأه، وقال له وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيله. يقرأه من أين؟ من مصحف؟ من صدره ولا من أين؟ من صدره. يعني من حفظه؟ ها؟ من حفظه طبعا، من حفظه. مش هذا على شاكلته هو ما كان يحفظ مثل يعني أي أحد يكرر ويحفظ، لا، كان إذا قرأ القرآن عليه من الوحي مطبوع طبعا في صدر، خلاص مطبوع يجمعه الله تبارك وتعالى في صدر، ولا يحتاج أن يقرأ ليستعيد ويستعيد حتى يثبت الحفظ صلى الله عليه وسلم. سؤال؟ سؤال. هذا مش على شكلته الـ 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 يعني الرجال اللي يكبرون السن ولم يقرأ ولا يكتب ولكنه يحفظ القرآن وبيقرأ عن صدره. نعم، الذي يحفظ القرآن حفظ القرآن على صدره، يقرأ من صدره كذلك. نعم. يطلع من الأمية؟ نعم، يعني يخرج من الأمية، يخرج من نطاق الأمية. لا، ما هو ما بيقرأ في الصحائف أيضا. أنا أقصد اللي يحافظ بس، يعني ما يعرفش يقرأ من المصحف. بس هذا ممكن يخطأ يعني. يعني من السماع، مو بس تحفظ من السماع بس. ولم يقرأ من صحف ولا يكتب. لا لا. هل يعد يخرج من؟ يخلى لا يقرأ، يخلى إنه لا يقرأ. لا، السؤال الآن الخلاصة من كلامك، هل النبي صلى الله عليه وسلم أمي؟ لا شك. أمي لا يقرأ من هالقراءة. واللي ذكر أيوة، هل تقصد والناس اللي ذكرتهم أيضا أميين وإن كان حافظ القرآن؟ القراءة المعلومة المعروفة اللي بحروفها ورسمها ليت ما يعرفهاش. نعم. طيب، قال الله بعد ذلك كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الضمير هنا يعود على من رآه؟ سؤال. الضمير رآه من هو رآه؟ الإنسان رأى من؟ نفسه. يقول رأى نفسه. رأى نفسه. إن الإنسان لا يطغى، هو راجع للإنسان، لا يطغى أن رآه استغنى. طيب، لم يقل الله تبارك وتعالى أن استغنى، بل قال أن رآه استغنى. ماذا يعني هذا في الآية؟ تكبر عجب، يعني تكبر وعجب. يقول تكبر وعجب. تكبر بعد هذا مو حقيقي يعني. ها؟ انه مش حقيقي يعني انه مستغني. سمعته شيخ؟ ها؟ انه مش حقيقي انه مستغني يا شيخنا. يعني مش حقيقي. هو شايف نفسه انه مستغني لكن ده مش حقيقي يعني. ايوه. وهذا الجواب. هو ما يقدر احد يستغني عن الله عز وجل. فهو بيشوف نفسه انه مستغني، لكنه ليس مستغني. بس يلا نفسه هذا. وهذا ليس حقيقة. إذا رأى نفسه أنه استغنى وأنه غني كذا ليد فيظن هذا، لكن كل أحد إنما هو فقير لربه سبحانه وتعالى وما في يده من ربه سبحانه وتعالى. أرآه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى. ما هو الطغيان؟ ما الطغيان؟ تعدي الحد، تجاوز الحد. وعد تجاوز الحد، تجاوز الحد الحد المحدود في نيتي يعني.
طبعا ربنا سبحانه وتعالى وصف يعني أهل الكفر بالطغيان، قال سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآب، وقال عن فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى، وذلك أنه جاوز حده عذب الناس وقتلهم، فكل مجاوزة حدود الله طغيان، كل من جاوز حدود الله في أي شيء يبقى طغيان. إن إلى ربك الرجعى، طبعا الرجعى يوم القيامة كل راجع إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، من هو هذا الذي ينهى ومن العبد الذي نهاه إذا صلى؟ الذي نهى هو أبو لهب. هو أبو لهب. أبو لهب؟ إيه، وهذا من هذا؟ رسول صلى الله عليه وسلم. أبو جهل. أبو جهل. أبو جهل. أبو جهل. أبو جهل. وهذا تحفظ مقالته؟ تحفظ مقالة أبو جهل؟ أبو عثمان. شيخ أبو جهل يوم كان قاعد مع كفار قريش. أيوة. قال لهم أيعفر أو هل يسجد محمد أمامكم يعني خلف ظهرانيكم؟ قالوا نعم. قال إذا شفته لأطعن على رأسه. أيوة. ويوم شافه شيخ راح له، راح له الرسول عليه الصلاة والسلام. استنكر. استنكر. سجود النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إذا رأيته يسجد ذهبت وطأت على رأسه. ونهاه ديت. فهو أبو جهل. والذي نهاه يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ماذا نستفيد هنا من قول الله عبدا إذا صلى؟ وين عبد الرحيم؟ تفضل تفضل شيخ. أن أكبر مقامات العبودية تتمثل في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. سمعت شيخ؟ أيوه. يقول أكبر منازل العبودية وهو يصلي. نعم. وهو طبعا هي أشرف تسمية، ولذلك سمى الله نبيه بالعبد في أفضل المواضع. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي الدعوة قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه ابن عبد الله. وهنا قال عبدا إذا صلى، فهذا تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. رأيت إن كان على الهدى مين؟ صلى الله عليه وسلم. أو أمر بالتقوى. ثم قال أرأيت إن كذب وتولى من؟ أبو جهل. أبو جهل هذا المكذب كذب بالقرآن وكذب بالرسول وتولى عن يعني عن الدين والإسلام. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، وعيد من الله سبحانه وتعالى لهذا المجرم إن لم ينتهي يعني عن نهيه للنبي بالصلاة لنسفعا بالناصية. ما هو السفع وما هي الناصية؟ تفضل شيخ تفضل. لا مقدمة الرأس. لنسفعن. هو يقول لنسفعن. يزعب بها يزعب بناصيته حتى لا يعني لا يدرك. الناصية يقول مقدمة الرأس. الناصية مقدمة الرأس. نسفعن يسفعن لنجره. من ناصيته. النسفع السفع الجر إيه سحب
نذهب بها أو العكس أو نضربه من ناصيته. نعم يعني السفة هو يعني الصدم الشديد فيسفى بناصيته ومنه الصفا. قال الله ناصية كاذبة خاطئة. طيب ما معنى ناصية كاذبة خاطئة؟ لماذا يعني وصف الله هذه الناصية بأنها كاذبة وخاطئة؟ هل هذا وصف للناصية ولا لصاحبها؟ لصاحبها. أيوة كمل. يعني الصرح هو يعني وصف لصاحبها. يقول وصف لصاحبها. نعم تكلم ناصيتين كاذبة خاطئة. وصف لصاحبها فهو هذا ليه؟ له نفسه أنه كذاب خاطئ. والآن يفسرون هذا بأن سبحان الله مخ الإنسان كل جانب منه محل نشاط معين، فالذاكرة في مؤخرة الرأس، وقالوا إن الناصية مقدمة الناصية، هذه سبحان الله المنوطة بالأخلاق، الصدق والكذب وديت في مقدمة الرأس، ومعرفة إن هذا عيب وهذا ما هو عيب كله في مقدمة الرأس. يحكي لي طبيب إنه كان جوله يعني جابوا أولاده كذا للمريض، وإنه كان يعني وصل به الحد إنه إذا دخل الحمام يعني يصير يظهر عورته ويدخل على يخرج على أولاده بمكشوف العورة، حتى إنهم اضطروا إنهم يعملوا باب للحمام ويسكر يعملوا مسكر من برا. فكانت زوجته تدخل الحمام وتسكر عليه برا لحد ما تقول له يخلص، يفتحوا له الباب ويستروا الأول ويعملوا. طبعا قال لي إن أولاده قالوا له هذا يعني دي عليك جني، وراحوا جابوا له ناس تولوه طق عشان يطلعوا الجني منه. بعدين جالي هذا يعني ودوه المستشفى اللي جاي. هذا صاحب هذه القصة هو دكتور يحيى خواجي الله يرحمه ويحسن إليه. يقول وجدنا هذا الرجل ما فيه لا جني ولا شيء، في التهاب في الناصية، والالتهاب الذي في الناصية يفقد الإنسان الشعور بالعيب وإن هذا الذي تغلط وده. فكان في هذا، فلما عالجنا الالتهاب اللي في الناصية رجع الرجل طبيعي كما كان. لعل هذا من تفسير لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فنسب الله لها هذا الكذب والخطيئة. ثم قال الله كلا لا تطع واسجد واقترب. سؤال، ما العلاقة بين السجود والاقتراب من الله؟ ربنا قال له واسجد واقترب. قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو يوسف. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم
أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. نعم. وذلك أن السجود حالة السجود هي أفضل حالة، وهي يكون العبد فيها أقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيه من الدعاء فإنه خير أن يستجاب لكم. فلذلك الله قال لنبيه قال: واسجد واقترب من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. سؤال في نفس الواقع، في سؤال قول الله عز وجل: لنسفعا بالناصية، يعني المراد منها أو المغزى مش الضرب نفسه أو السفع نفسه، ولكن بالضربة يذهب أو يعني كأنه هيذهب بعقله أو تمييزه، مش هذا المعنى يعني؟ ما سمعته كويس. كان هي المقصود من نسفع عن بالناصية هي الذهاب بتمييزه وعقله، يعني مش الضربة كذاتها أو الصفعة كذاتها. إيش المقصود؟ هل المقصود هو ذهاب العقل ولا مقصود الإهانة مثلا؟ لا، نأخذ الأمر على ظاهره. بس السفعة هذا مو ضرب يعني من برا، شايف كيف؟ ونحن لا نرى هذا، يعني ما يعذب به الكفار وما يضربون به ما نرى، لكن نرى أثره كما قال الله تبارك وتعالى في ضرب الملائكة للكفار: ولو ترى إذ يتوفى الملائكة إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. طبعا ما بنشوف ضرب الملائكة على وجوه الكفار وعلى أدبارهم، لكن يرى أثره فيهم. فهذا حق، ينبغي أن نحن نعرف أن هذا حق، أن سلسفع بن ناصية حق، ونأخذ الكلام على حقيقته مش على تأويله الباية. لكن نحن لا نعرف كيفية هذه، لكنه يسفع على ناصيته كما أخبر الله سبحانه وتعالى. نعم. بس السؤال اللي هي حتى اللي أنا عاوز أوصلها، أنا أسفع بالناصية يعني على حقيقتها، ولكن مقصد بعد كده لما عبر بناصية كاذبة قاضية، هل تدل على أنه سافع سحب التمييز ضربه على ناصيته حتى لا يعقل يعني، فبالتالي عبر عنها بأنها ناصية كاذبة خاطئة؟ المقصود يدخل فيها هذا المعنى غير المعنى الظاهر، يدخل فيه المعنى يعني هذا وصف للناصية، هذه وصف للناصية. بس ما جابها، ما تريد أن تقول بأنه يعني تتحول إلى شيء آخر، هي وصف لها كذا. أنا ما فهمت عليك أنت إيش بدي يعني تريد أن تقول المعنى يدخل ولا لا يدخل؟ ولا أه؟ المعنى الثاني هذا اللي فضيتك ذكرته يدخل في الكلام ولا لا يدخل؟ أي معنى؟ ذكروا في الدكتور اللي قالوا إنه إن الناصية إذا التهبت بيفقد التمييز، فصفعه على ناصيته فقد بها التمييز وفقد بها العقل، يعني لا يدرك أو ما بيفهمش. لا ما هو أبو جهل لم يفقد تمييزه ولا عقله، بل بخي بناصيته الكاذبة الخاطئة، ومات في بدر، قتل في بدر، وقتل وهو دم قاعد على وجوده على كفره فاقد التمييز، فاقد التمييز ما عرفش يفرق بين الحق والباطل، يعني هم الاول هو فاقد التمييز، يعني لا يزال هو ناصيته كاذبه. نعم. اي لكن هو ايضا دليل على الاهانه، رقم كونه حقيقه. نعم. دليل على الاهانه. نعم. يعني حتى ضرب الملائكة للكفار على وجوههم وأدبارهم أيضا إهانة، معان في الإهانة. أبو بدر، أبو جهل قال شيئا عن السجود، إنكاره للسجود، إيش قال؟ أقول يعني هو أنكر أن الإنسان يسجد، يعني يضع رأسه في الأرض، قال يعلوني إستي، يعني لا يعلوني، يعني دمر ولا يعلوه. قال الشيخ هل صحيح المقولة؟
ارفع صوتك خلي يسمع الشيخ. شيخنا قوله قول ابو جهل. قول ابو جهل انكاروا على السجود من يسجدون. قال أعلوني استي، يعني كانه اعترض على السجود، هيئه السجود. قول ابو جهل ايش؟ انكاروا لهيئه السجود، ان ان راسه في الارض واسته اعلى. وعلى كل حال ما على كل حال يكرهون حتى الصلاه، يعني صلاه يكرهونها، وراوا ان هذا يعني كانوا بيعمل هذا العمل مش انه هو يعني اهان للساجد، هو خلاص يكرهون يعني صلاة العبد. وقال إن رأيته يصلي فعلت فيه هذا، ولذلك كانوا يتغامزون ويلقون يعني الأذى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يكن استنكاره فقط إنه الهيئة هذه، لكن هم استنكارهم للصلاة كذلك. يعني متكبرين، يعني إنه إذن نفسه يعني إنه مثل رأسه في الأرض وما أخرج، يعني متكبرين إنه رأسه تحت وما أخرج فوق. ولا هم يعني بالنسبة للسجود كانوا يسجدون، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ وكان حوله ناس من ال يعني المؤمنين والكفار، سورة النجم، ترى سورة النجم وقال في آخرها فسجد، وسجد من معه من الكفار والمشركين إلا واحد أخذ كف تراب وحطه على جبهته وقال يكفيني هذا، فهذا قتل كافرا. على كل حال يعني السجود ما كان مستنكرا عندهم لذاته، يعني إنما استنكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإعلانها في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. سبحان الله يا مولانا، حتى الآن يعني الكفار يعادون المسلمين مش عشان يعادون أهل الإسلام لطاعتهم بس، بدون دعوتهم، حتى لو ما كانش يدعي للطاعة هو معادي لأنه يعني مسلم أو نعم أو بيعبد الله. نعم شيخ عندي بس شيخ مسجد مسجد وقتر كلنا احنا يمكن قاعدين حافظين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب يكون العبد من ربي فهو ساجد، مع الأسف ما قاعد احنا يعني السجود في صلاتنا او في سنة ايه هذا نطلب من الله سبحانه وتعالى، هو احد اقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، ان يصلي صلوات مع الامه ما يعطيك فرصه تدعو عشان بيشتغل يقوم. لا لا انت وبالسنن، احنا ما بالسنن، انا ادعو اخواني السجود ادعو فرصه، انا تعال تعجب واحد قام على ابونا يعني شنو اخذ ثلاث تسبيحات وبس يكفي، ادعو الله، هذا أحسن موقع للإنسان في هذا الدعاء، اطلب ما تشاء من الله. أما مو قاعد يستجيبون، يعني خايفين من المصلين، يعني أنا ما أقول طول بس خلي على الأقل واحد يقول خفهم الإدارة لا لا والله خلي المصلين خمس وسبع خمس وسبع لازم، أنا أقول يعني أنا نصيحة لي ولكم ادعو الله وانتم في السجود، أغرب ما يكون عبد وهو كلكم حافظينه بس ما يكون هذا المشكلة. جزاك الله خير يا ابو احمد، في مصلين ابو احمد بالسجود يتعبون لا عاد احنا ما قد يطول حتى تعبان يشتكيون حتى ما تعبان يطول عليه، بالعكس يعني احنا نأيد هذا، لكن اقول لك في ناس لا بس ما يقول اختنقت وانا ساجد ما اصلي ما اكل، اقول لا يسجد خليه يوم يماكل.